وقتك يا ابو انس، ايري بيكو بهالطريق؟ شلون الطريق يا شباب؟ هنيه شلون الطريق يا شباب؟ ذهب خريه شلون الطريق؟ خرا كس امك على ام هالطريق الخرا يا ابن القحبه. ركاب رحالي بلا حدود، تاريخ 24/8/2022، اسم الجروب محمد 470، تقطيع النهر والاتوبان المنطقه الامنه. هلا الشباب صاروا بالجبال بمنطقه الامن، شلون الطريق يا شباب؟ بالقياده ابو علي الحمصي وابو عبيده وحيدر الحمصي وابو اسد والانسي مايا. الحمد لله قطعنا الاتوبان ووصلنا النقطه الامنه الجبل. نحن ركاب رحالي بلا حدود، انا اسمي سعد شواخ، فك التشييك باسم ابو عباده. الحمد لله رب العالمين وصلنا. الاسم عبد الرحمن محمد شيخو، فك التشييك باسم ابو عباده الحلبي. محمد عقيد شواخ، نفك التشييك باسم ابو عبيده الحلبي. فاتك يا ابو انس، ايري بيكو بهالطريق؟ شلون الطريق يا شباب؟ هنيه شلون الطريق يا شباب؟ ذهب خريه شلون الطريق؟ خرا كس امك على ام هالطريق الخرا يا ابن القحبه.